وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ഇൻഷാഅല്ലാഹ് മഹാനായ സലീ ബാഫ കിട്ടാൻ അവർക്ക് പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടെ ആരംഭിക്കുന്നു. അൽ ഫാതിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ്ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستص الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا ومنجينا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أصحاب البدريين واللحديين والحنينيين والخندقيين وسائر صحابة والكرابة كلهم أجمعين وإلى أرواح سائر أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها أينما كانوا رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم أجمعين وإلى أرواح من نبيناهم خاصة وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وسائر أقاربنا. اللهم اجعل ثواب ذلك فداء لنا ولهم من النار. اللهم اجعل ثواب ذلك فكاكا لنا ولهم من النار. اللهم اجعل ثواب ذلك مونسا لنا ولهم في قبورنا وقبورهم إلى يوم القيامة. اللهم يا رب ارحم غربتهم وآمن روعتهم ونفذ قربتهم وارفع درجتهم وكلنا ولهم وليا وبنا وبهم حفيا. اللهم اجعل قبورنا
وقبورهم روضة من رياض الجنان، ولا تجعل قبورنا وقبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم يا واجب الوجود ويا واهب الخير والجود، أفض علينا أنوار رحمتك، ويسر لنا الوصول إلى كمال معرفتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا معرفة إلا ما ألهمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بركات هؤلاء الشفاء المذكورين، وبمحض فضلك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه.